رمضان. ليلي رمضان رجعنا معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام 59 دقيقة موصين معكم حتى كشي النص الليل في البرنامج نتاعنا وين تعدي مع بعضنا الفقرتنا باكستيج. باكستيج نحكيو اليوم على بيبان المدينة، برنامج لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، برنامج اقتصادي ثقافي رقمي اللي اليوم يضيف لمسة احتفالية على معالم المدينة العتيقة. ذاك علاش موجودة معنا عبر الهاتف المسؤولة عن البرنامج مدام نسرين معلم. مدام نسرين صح شريبتك ومرحبا بك. شكرا لك مدام نسرين، موجوده معنا اليوم باش نحكيو طبعا على البرنامج، باش نحكيو زاده على خصيه اليوم في البرنامج هذايا من البرامج اللي شفناهم اليوم من نوع هذايا في تونس. نحكيو ديما على اشكال صغير الناس كيفاش ينجموا يتبعوا البرامج هذوما اي سورتو اون فوا وهم موجودين في المكان هذاك. علاش باش نحكيو بعد شويه على اون ابليكاسيون تعملت خصيصا للبرنامج هذايا مع صاحب الفكرة وصاحب الشركة كريم، سي كريم هيرمي باش يكون زاد كيف كيف موجود معنا عبر الهاتف. لكن في البداية خلينا نبداو مدام نسرين نحكيو على الفكرة هذايا من وقتاش بديت وكيفاش جات فكرة البرنامج. فكرة البرنامج بيبان المدينة كانت الانطلاقة بباب النارة، دونك سؤال وإلا احنا متعودين انه أي إنسان باش يدخل بلاصة فما باب، فاحنا باش ندخل المدينة العتيقة ونسبروا الاغوار نتاعها ولا الحكايات نتاعها، قلنا علاش ليه ما نبداوش بالبيبان. فكانت اول نقطه ولا الانطلاقه نتاعنا انه باب المناره موجود عندنا في الموروث الشعبي، نقولوا قنديل باب المناره ما يدري كان على البراني. سؤال تحسوا هكا في شويه، هو المثل في برشا تساؤلات، علاش ما يدري كان على البراني؟ علاش كان في باب المناره؟ دونك الاسئله هذوما كانت هي نقطه الانطلاقه للبرنامج نتاعنا، والبرنامج نتاعنا احتفالا بشهر رمضان وينطوي تحت البرمجه اللي تخصصتها وزاره الشؤون الثقافيه بمناسبه شهر رمضان. احنا اخترنا نكونوا في الجمعه الاخيره من رمضان خاطر البرنامج نتاعنا في جمله من الانشطه وجمله من لي بروجي اللي هما ريبارتي على بلوزيور بوان اللي نلقاهم في باب المناره. دونك احنا السيركوي ولا الباركور اللي موجود توا فيه جمله من المعالم وجمله من المواقع اللي تكتسي صبغه تاريخيه وحضاريه للمدينه العتيقه بتونس. دونك هكا احنا كنا نقطه الانطلاق او الاول باب حليناه في المدينه باش ندخلوا بيه بالتكنولوجيات الحديثه وباللي بروجي اللي عندهم صيغه تكتسي صيغه حديثه اللي هي تمتزج فيها مزيج ما بين الموروث الثقافي التونسي وما بين التكنولوجيات الحديثه. فقلنا علاش ليه ما نبداوش توا بباب المناره، هو واحد من البيبان الخمسه اللي قعدوا في سور مدينه تونس في جملة 33 باب كانوا موجودين. فاحنا بطريقة هيدا نحب نوصل المعلومة بطريقة سلسة ومرنة وأيضا حديثة للسواء الزائر وإلى بشي تيليشارجي لابليكاسيون ولأي إنسان مغروم بالتاريخ تونس وحضرها. باهي برشا، دونك اليوم الحاجة اللي باش نشوفوها سيرتو كيما قلت لابليكاسيون باش نحكيو عليها بعد شوية، لكن زاد على الشين يوتيوب لايف نجمو توا نتبعوا الفيديو اللي تخدمت خصيصا اليوم للباساج. نشكر كل الفريق اللي موجود معاكم طبعا، باش نحكيو زاد على الفريق هذايا، نجمو نتفرجوا توا على الفيديو على الشين يوتيوب كيفاش الأجواء الكل اللي موجودة، باش نحكيو زاد طبعا على الابليكاسيون. ما قبل خلينا نحكيو شوية على البرنامج، تنظيم زاد البرنامج وتحضيره وكيف كيف الفريق اللي نظم البرنامج هذا. نجم نقول الفريق فيه جمله من الخبراء والفنيين زاد اللي هما عندهم ما شاء الله عندهم من اكسبيريونس اسي فاريي دون بليزيور دومين. نحكيو على ليكيب تكنيك، ليكيب ارتستيك، الفريق التقني ولا الفريق الفني اللي هما عندهم مزج ما بين التكنيسيتي والاكسبيريونس وما بين انه لاتوش ارتستيك. كما سبق كان اللي شافوا البارح شنو صار في باب المناره، فما مابينج اللي هو يروي حكايه الباب، خاطر الباب اللي توا موجود مش هذيك باب المناره الحقيقه، هذيك الصبات نتاع باب المناره. اما احنا كنا عن طريق التصميم التفاعلي اللي كان موجود البارح حكينا حكايه باب المناره باش العباد اللي توا يراو الباب يقول هذيك هو باب النار، لا يراو مش هذيك، احنا قاعدين سوان نصلحوا ولا اون اي اون تران دو ريكتيفي اون انفورماسيون اللي العباد الكل قاعده ياخذوهم بصفه مباشره انه مش هيك باب المناره، مي باب المناره اللي موجود توا راه صبات اللي يربط بين باب المناره وساحه القصر
اللي توا موجوده. واضح. قبل ما نرجع كما قلنا على النقطه المهمه زاد اليوم اللي نلقاو في البرنامج هذا مدام نسرين موجود معي انا عزيز دونك زميلي عنده سؤال ما يخص النقطه اللي حكينا عليها من الاول ما يخص باب النار. عزيز مدام احنا هنا ديجا حتى مع ليكيب تكنيك فما بعض التساؤلات داروا الايامات الاخرى في جواب صغير كانت نجم علاش باب النار يضوي قنديل باب النار يضوي كان على البراني. احنا في فالديزون كي باش نحكي توا لي ساغ نتاع نتاع المدينه العتيقه كاين فما سور فما سور يربط ال ال فالديزون تي سور با نتاع المدينه نتاع تونس وفما السور وفي السور فما بيبان فكانوا البيبان في وقت محدد من الليل يتسكروا والمفاتح نتاعهم يمشيوا لشيخ المدينه فاللي جاي من برا من معناها اللي جاي من برا باش يدخل المدينه فما حتى انديكاسيون على وينهم المخارج ولا المداخل نتاعهم، فكان فما كل كدوكينه صغيرون بحذا كل بيت، فما فيها قندي، فالقنديل هذاك يضوي للبراني باش يكون عنده اون انديكاسيون والا عنده ان شومان بيان ديتيرميني يتبعوا باش يوصل للسور للمدينه، فهذاك علاش نقولوا القنديل باب المناره يضوي كان على البراني، البراني اللي باش يجي من برا من المدينه ويحب يدخل للمدينه. واضح اليوم هذيك انديكاسيون كيما يوم بوجي نلقاها في اخر الباركور تلقى شمعه باش ترجدك معناها القنديل هو هيك الشمعه هذيك باش ترجد الثنيه باش توصل بها للمدينه. شكرا شكرا مدام. واضح شكرا على التوضيح هذاك. اليوم نجم نشوفوا تبارك الله المدينه تقريبا كلها زاويه كما قلت نجم نتفرجوا على شين يوتيوب الحق اضوية حلوين برشا توت اون انيماسيون مخدومه. السؤال هوني مدام نسرين شنو بالك التحديات اللي واجهتهم في تحضير البرنامج هذا؟ احنا البرنامج سامحوني ما احكي لكمش شنو اللي موجود في المسار التفاعلي هو يرتكز اساسا على انه هيت نحكيو ليستوار نتاع لي بوان اللي موجودين في السيركوي نتاعنا بطريقه جديده دونك النغاشون موجوده لفوا اوف تعاملنا مع اللي هو مغروم برشا بالليستوار الاركيولوجي تعاملنا زاده مع سي محمد البنين اللي عنده مكتبه اثريه ونلقاو فيها نلقاو فيها مخزون تاريخي ومخزون علمي معناها شغل شيك سي محمد البنيني كان متعاون معنا برشا فالنقاش اللي موجوده في السيركوي نتاعنا نحكيو على قبر جورنجي المجهول نلقاوها في سوق السكاجين نحكيو على قبر العلامه ترجمين شكون هو نحاولوا بالحق احنا اليوم قاعدين نوصلوا في معلومه بطريقه جديده اترافيغ لو مابينغ قاعدين زاد فما اون انستالاسيون سونور موجوده دونك الباركور هذا يجمع بين قبر جورنجي المجهول قبر العلامه عبد الله ترجمين باب المناره فتح القصر فدار حسين اللي هو المقر المعهد الوطني للتراث وين نلقاو غديكا اون انستالاسيون انتراكتيف سميناها الكتروكوفي علاش الكتروكوفي لهوني نجم نفسر اللي احنا الخدمه مخدومه هو تصميم تفاعلي رقمي ضوئي بين الموسيقى الالكترونيه وبين الخط الكوفي لهوني الارتيست اللي كانت معانا ولا الفنانه اللي كانت معانا نتاع تصميم تفاعلي اسمها ريما خريف اللي هي اللي خدمت معانا الماكين نتاع باب المناره باش نحكيو القصه نتاع باب المناره بطريقه مبتكره تجمع ما بين الحاضر والماضي تجمع ما بين التاريخ والتكنولوجيا الحديثه البروجي الكتروكوف يخلي الزائر ولا اللي باش يعيش التجربه هو بيدو يصمم موسيقى خاصه به نصور لا بليبار يحب يعرف كيفاش يصمم موسيقى خاصه به في الانستالاسيون هذه باش تكون موجودين جمله من لي كابتور دو موفمون في اطار خشبي وين ينجم الزائر يمرر يدو كي تبدا قريبه من لي كابتور هو اللي اون تران داكتيفي ان انسترومون ميزيكال بيرمون تونيزيان دونك هو الهوني باش يحرك باش يحرك الماتينغ باش يكون بروجتي على الحيوط نتاع الباسيون نتاع دار حسين او ميم طون زيد إلي أون تران دو ديكلونشي دي انسترومون ميزيكال دونك احنا باش يكون لوردر اللي باش يدخلوا به العباد للانستالاسيون هذيا باغ كات دونك شاك كات بيغسون يفون كومبوزي ان مورسو ميزيكال انسترومونتال aussi bien équipé par un mapping destiné à la musique les homacadines ils sont en train d'activer donc c'est sincèrement l'objectif principal interne et nous hits le maurus مشكين الميدي فقط اللي كنا بدنا نخدم على الموروث الميدي التونسي اللي عنا بالحق عنا خزينه ولا عنا ما شاء الله ان تريزور تري انورم بار رابور للباتريمون تونيزيان سواء ماتريال ولا اي ماتريال علاش ليه
الموروث هذايا من قدموهوش بصيغه جديده ومبتكره للغران بوبليك للمتساكنين للسيتويان باش يراوه والصغيره زاد اونكور بلوس تعرف الصغار توا كيف الصغار زاد هوني وهوني المهمه زاد باش نحكيو عليها مدام نسرين كي نقولوا اليوم انه معناتها خلينا نقولوا من ناحيه نحبوا نقدموا تاريخ البلاد لكن من ناحيه اخرى زاد نقولوا شنو بالك شي احسن طريقه اليوم واللي هي نوعا ما الرقمنيه كما خدمتوا عليها انتم كي نقولوا رقمنيه نقولوا علاش زاد لوتيليزاسيون دون ابليكاسيون الحاجات هذوما الكل حلوين لكن كيفاش نوصلوا اليوم للتونسي الفكره هذه سواء كيبدا سيغ بلاس كيحب يعني يزور البلاصه هذه ولا حتى من الاول كيفاش ينجم يعمل باش يلقى كل المعلومات وهوني كانت فكره الابليكاسيون مع سي كريم حرمي صاحب مؤسسه ناشئه اللي اليوم احتضنتها دونك مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ابليكاسيون اللي فيها السيركوي واللي الناس ينجموا يتبعوا بها الخدمه هذه الكل وهوني نحكيو على تيناس تخيبس موجود زاد معنا عبر الهاتف سي كريم حرمي سي كريم مرحبا بك عسلامة سي كريم مرحبا بك وصحة شريبتك كما قلنا اليوم فكرة رقمنية لا ديجيتاليزاسيون متاع برنامج كيما هذا تستحق من ابليكاسيون ولو بزوان كان واضح نتصور من البداية وي دونك تيناش هي ستارت اب تونسية حضرتها تيك دي شيو في الدورة الثانية نتاعها اللي هي عندنا سوليسيون اسمها تيناش تريبس كما قلت انت ابليكاسيون موبيل تعطيك سيركوي اوتو كيدي اللي باش تلقى فيهم اوديو ناراتور باغ اكزومبل نحكيو على ليفينمون تاع بيبان المدينه باش تلقى فيها دي بوان كيما القصبه قبر الرجل المشهور العلامه تورجمان باش تلقى اوديو في كل بلاصه تحكيك على مونيمون اللي تقدم تعطيك الصور نتاعو وانت قاعد تدور هذا كله عن طريق الابليكاسيون وكيف كيف تشترى حاجات معناها حاجات روادي كيما باب النار كيفاش كانوا قبل بيبان المدينه كيفاش كانوا قبل تلقى شاشه 3D نجم يلبسها الاتيليزاتور معناها ويعمل بها سيلفي هذا كل كيس الابليكاسيون باش تلقاه واضح دونك هذه الفكره اليوم الحاجه الباهيه اللي اليوم كما قلنا الابليكاسيون هذه مخدومه بشراكه معناتها مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي اليوم ساهموا في المشروع هذا في المؤسسه هذه للابليكاسيون هذه جوستومون الفكره نتصور اليوم كما قلنا نتاع اون ابليكاسيون كي نزيد حتى بالكشي تفسر لنا اكثر الهدف اللي كان موجود وقت اللي خممتوا في لو بوزون لل برنامج هذايا علاش قلتوا لازم يعني اون ابليكاسيون للناس اللي باش يجي ولي فيزيتور اللي باش يزوروا البلايص هذوما علاش قلنا ابليكاسيون هذوما العباد كي تجي تشوف بلاصه برشا حابين يعرفوش لانفورماسيون باغ اكزومبل العلامه الترجمان الناس الكل تعدى قدام كل يوم حتى حد ما يعرف التاريخ نتاعو دونك انك تعطي لانفورماسيون للعبد واقف قدام القبر حاجه مهمه على الاخر وتزيد اليوم العباد تحب كونتوني ديجيتال يقعد لها على الاخر ومعلومه تكون فاسون كما نقولوا فريندلي عبد يحكي لك معلومه كانه معناها صاحبك كانه عبد خرجت معاه هذاك علاش الابليكاسيون تستعمل الحق اليوم بدينا ببلارة وببل مدينه كل شيء مي البيوت على الابليكاسيون انها توري تونس التاريخ نتاعها واضح يعني اليوم اي انسان يحب يكتشف البلايص هذوما وخاصه البرنامج هذا اللي نحكيو عليه ينجم اتخذ الابليكاسيون يكون عنده كل المعلومات على البرنامج ومن بعد يتبع السيركوي هذه الفكره يعطيك الصحة تشارج الابليكاسيون اسمها تي ناس تريبس على بلاي ستور والاب ستور يبدا من القصبة يلقى سيركوي كامل يهز وحدك شبه المنارة ويمشي يلقى المابين في كل بوا ثم اوديو باش يحكي له على البوان هذيك باش يمشي يلقى فيها بالضبط واضح شكرا لك اون تو لي كاسي كريم باش نرجع مع مدام نسرين في النهاية وين باش نحكيو طبعا على الناس اللي تحب تكون موجودة في اليوم في الايفينمون هذايا خلينا نقول اللي مازال متواصل لدات كيفاش حتى ينجموا يجيو كيفاش ينجموا ياخذوا بالك شي أكثر معلومات بخلاف طبعا الأبليكاسيون كيما قلنا تيناس تخيبس وين ينجموا يلقاو كل المعلومات ما يخص الايفينمون هذايا باهي وين سيدي نسيت دونك كمل لك واضح مش مشكله مرحبا بكم على الباج فيسبوك نتاع تيناس اي تي وتيك دي سي او ليفينمون باش يكون من لو 14 حتى 18 من الساعه ونص كل يوم حتى تما الساعه نتاع الليل واضح تلقاو فيه بليزيور اكتيفيتي منهم الماتينغ تاع النار منهم قبر الترجمان وغيرهم من الاكتيفيتي دونك كل صحبانه وصارت كل شيء حاسكم به. واضح شكرا لك كريم حرمي اللي كنت موجود معنا شكرا لمدام نسرين معلم هذايا اليوم البرنامج بيبان المدينه لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تلقاو كل المعلومات على الصفحات نتاعهم شكرا لهم مره اخرى بعد شويه يكون موجود ضيفنا اليوم في دي جي جيست مخمخ مخمخ او مخ